طيب يعني والد حضرتك اذا دخل من بوابه عبد الله السماوي. اه بعدين انت بقى يعني لما كنت بتشوف هذه التحولات عليه، لانه انت أنا ليك صوره، انت ليك صوره يعني كان تقريبا عمرك كان 12 سنه وانت واقف، كان والدك في القفص وانت يعني انا زي اي طفل بيبقى مثله الاعلى والده. فانا والدي كان فرد من افراد تنظيم الجهاد او قيادي من قيادات تنظيم الجهاد، فاللي كان هو متاثر بيه كان بيجي بيبصه في البيت عندنا. فانا طبعا كطفل مش عارف اميز الخطا من الصواب، ولكن والدي هو الايه، هو الصح في الاول والاخر. بالنسبه لك ولم طبعا بالنسبه لي، وهو اللي انا هو اللي بيوجهني وهو وجهني للطريق ده. ظروف الصوره دي ايه لو تفتكرها معانا؟ هو اللي كانت تقريبا كان بعد ما اتقبض عليهم، هو خد كان في حبس مطلق، كان ساعتها الحبس المطلق، فكانوا واخدين حبس مطلق، وكان دي يعني اول جلسه لي بعد ما اتقبض عليه اشوفه فيها، يعني بعد ما جت مباحث امن الدوله خدته من البيت. طبعا في بعد كده تحقيقات ونيابه وبعد صحيح. كده محاكمه. كنا بنتكلم في سنه كام تقريبا؟ 86. 86 في نهايه عام 86. فانا كنت دي اول جلسه ليا اروح له فيها، وطبعا احتضنته زي ما كنت شايف كده في الصوره، وكان هو رفعني في المحكمه وخلاني اردد هتاف وجميع اللي في القاعه يرددوا ورايا. وكان الهتاف ده للاسف ده هو وكانه كان بيدشنك يعني لانك او كان بيدفعك دفعا للجماعه. كان ايه وكان الهتاف ده؟ الهتاف ده للاسف لا اله الا الله حسن مبارك عدو الله. وقتها وقتها ده اللي هم شالوني وخلوني رددته في المحكمه، وكان كل المتواجدين من متهمين واهالي بيرددوا ورايا الهتاف ده. طيب فانا نشأت في الفكره دي وترعرعت عليها وطلعت. بمناسبه النشأة دي، يعني حضرتك قلت من شويه انه يعني كان في البيت بيجي بقى ناس من القيادات. طبعا كان مين اهم الناس اللي انت شفتهم وانت طفل في البيت؟ كان الشيخ عبد الله السماوي. كان الشيخ في وقت مبكر قبل كده كان الشيخ ابراهيم عزت. ده واحد من برضه من اللي دفعوا شباب إبراهيم كتير للطريق ده. بس الشيخ ابراهيم ما كانش عنيف، هو اسس جماعه التبليغ والدعوه، وكان ما كانش ليه في حمل السلاح ولا التكفير ولا التكفير ولا الكلام ده. كان عادل دياب عبد الموجود من قيادات التنظيم وقتها، كان محمد الشرقاوي، كان ناس كتير كنت شفت بشوفهم. عبود الزمر في البيت عندك؟ لا ما شفتوش. لا في البيت عندي لا. لا انا رحت العبود بيته. وانت لسه صغير. لا عبود هقول لحضرتك، انا هجيب لك عبود في السجن. لا هجيب لحضرتك قصه عبود بعدين. عبود مش متواجد في حياتي لحد دلوقتي الا كرمز احنا بنسمع عنه، وكان هو سقف المجموعات دي كلها. يعني هو نجم نجوم سقف المجموعات التكفيريه دي كلها. نجم نجوم الجماعات الاسلاميه في الوقت ده كان عبود الزمر، كان اسطوره يعني. لان ارتبط اسمه، كان هو واخد تقريبا لقب اشهر سجين سياسي في العالم. ارتبط اسمه بقتل رئيس جمهوريه. الحاجه الاهم والاخطر ان عبود كان ضابط مخابرات. والحاجه الاهم برضو من كده ان اللي كان هيبقى رئيس الجمهوريه سنه 81 بعد مقتل السادات كان هو عبود الزمر. كان عبود الزمر. والبيان اللي بتاع الثوره وشريط الفيديو اللي كان مسجل، كان مسجل بشكل عبود وباسم عبود وبصوت عبود. هو سجل شريط فيديو بيعلن بيان الثوره وبينصب نفسه رئيس للدوله. وكان المفروض بعد قتل رئيس الجمهوريه يقتحموا مبنى الاذاعه والتلفزيون ويذيعوا البيان بتاع البيان اللي الثورة. سجله عبود بصوت وصورة عبود الزمر. كان البيان ده قايم على خدها، كانوا هيوحوا للشعب المصري، لان عبود كان ظاهر في البيان بالملابس العسكرية، ان الجيش ان الجيش استولى على السلطة بالإيحاء يعني كده. واستولى على السلطة واستولى على المنشآت الهامة كلها، وبالتالي كانت بعض العسكريين هيسلموا بالظبط بالخدعه دي للناس الجديده اللي مسكت الدوله، والجيش سلم لهم او القياده العسكريه سلمت لهم، وكانوا بالخدعه دي هيحاولوا يستولوا على السلطه في مصر. اهام الشعب وبعض الدوائر في مصر ان الجيش سلم السلطه لهؤلاء، وان الرئيس الجديد قائد من قيادات الجيش اسمه عبود الزمر، وهو طالع بملابسه العسكريه ومسجل الشريط. وكان الخطه بعد قتل السادات هتروح مجموعه تقتحم مبنى الاذاعه والتلفزيون، كان بيقودها عصام القمري، وده كان ضابط في الجيش المصري ومن اعنف اللي هرب بعد كده واتقتل سنه 88. واتقتل في الشرابيه انه ايمن الظواهري هو اللي وشى بيه. ممكن يعني بيتردد ده.
فعصام الامري اللي كان مفروض هيقتحم مبنى الاذاعه والتلفزيون بعد مقتل السادات واذاعة شريط الفيديو اللي سجله عبود الزمر، ولكن هو الخطه كان ان هم هينسفوا المنصه بكل من فيها، فرموا عليها ثلاث قنابل. فالقنابل دي ما انفجرتش لانها كانت واخده رطوبه، ومصدر القنابل اللي اتضربت على المنصه هو نفس مصدر القنابل اللي كان هيقتحموا بيها مبنى الاذاعه والتلفزيون. فلما القنابل ما انفجرتش في المنصه، ان المجموعه اللي هتقتحم الاذاعه قالت ان هي نفس مصدر القنابل ودي كمان هتطلع واخده رطوبه ومش هتنفجر. فهم ترددوا لفتره قدام مبنى الاذاعه والتلفزيون نهجم ولا لا، ففي الاخر قالوا لاهميه وضروره العمليه وان احنا يجب نحتل الاذاعه والتلفزيون ونزيع الشريط بتاع بيان الانقلاب، فاحنا هنحاول وزي ما تيجي. ففترة التردد دي كانت الدولة وصلت وأمنت مبنى التلفزيون، فرأوا ان اقتحام المبنى شيء أصبح مستحيل. فتراجعوا. ده من فضل ربنا. الحمد لله رب العالمين. فتراجعوا. ثم بعد ذلك حصل تاني يوم اللي هو 8 أكتوبر حصلت مجزرة أسيوط.